السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي. معادنا النهاردة إن شاء الله مراجعة الهندسة لنهاية العام. نبدأ مع بعض كده إن شاء الله. السؤال الأول، السؤال الأول أكمل ما يلي. رقم واحد، نقط هو متوازي أضلاع إحدى زواياه قائمة. إحنا كنا عارفين إن متوازي الأضلاع لبعض الحالات الخاصة، منهم المستطيل والمعين والمربع. طيب المتوازي لما يكون إحدى زواياه قائمة يبقى الشكل عبارة عن مستطيل، لأن المستطيل هو متوازي أضلاع إحدى زواياه قائمة. السؤال الثاني يا أولاد بيقول لي صورة النقطة سالب 3 و 5 بالإنعكاس في نقطة، في نقطة الأصل هو كام؟ طبعا احنا عارفين الإنعكاس ممكن يكون في نقطة الأصل أو محور السينات أو محور الصادات. الإنعكاس في نقطة الأصل بنغير إشارة السين ونغير إشارة الصاد، سالب سين وسالب صاد في مكانهم، يبقى السالب 3 هتبقى 3 والخمسة هتبقى سالب 5، يبقى 3 وسالب 5. السؤال الثالث، طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث. لما جينا اتكلمنا عن المثلث ونظرياته عرفنا ان لما يكون عندي قطعة مستقيمة واصلة من منتصف الضلع الاول في مثلث لمنتصف الضلع الثاني في مثلث، كانت بتعمل حاجتين، كانت بتوازي الضلع الثالث وكانت بتساوي نصف طوله. يبقى طول القطعة المستقيمة الواصلة بين منتصفي ضلعين في مثلث تساوي نصف طول الضلع الثالث. الفقرة اللي بعديها يا اولاد بتقول في المثلث س ص ع، اذا كان قياس زاوية س اكبر من قياس زاوية ص زائد قياس زاوية ع كان المثلث، طبعا لو في زاوية بتساوي مجموع الزاويتين التانيين يبقى المثلث ده قائم، انما طالما في زاوية اكبر من مجموع الزاويتين التانيين يبقى اكيد المثلث ده منفرج الزاوية. رقم 5 بيقول في المثلث ا ب ج القائم الزاوية في ب، اذا كان ألف ب 6 سنتي ب ج 8 سنتي فإن ألف ج يساوي نقط. في السؤال اللي زي كده لازم أول حاجة ترسم المثلث وتحدد فين الزاوية القائمة. هو هنا قايل لنا إن ب هي الزاوية القائمة، يعني معنى كده إن أنا عندي ألف ب يعتبر ضلع قائمة وب ج ضلع قائمة وألف ج هو الوتر. الشكل دوت باين إن هو نظرية فيثاغورس. طيب فيثاغورس كان بيقول إيه؟ فيثاغورس قال لو حبينا نجيب طول الوتر هنربع الضلع القائمة الأول زائد ضلع القائمة الثاني، طبعا كله متربع. لو حبينا نجيبه أحد ضلعي القائمة هطرح مربع الوتر ناقص مربع ضلع القائمة اللي موجود عندي. هنا احنا قلنا أ ج ده الضلع اللي في وش الزاوية القائمة، يبقى ده الوتر. الوتر لو حبينا نجيبه هيبقى الوتر تربيع بيساوي ضلع القائمة الأول تربيع زائد ضلع القائمة الثاني تربيع. فأقول أ ج تربيع بيساوي أ ب تربيع زائد ب ج تربيع. روح هات طول أ ب كده هتلاقيه ب 6 تربيعه ب 36، وطول ب ج ب 8 تربيعه ب 64، مجموعهم يبقى 100. خد بالك من حاجة، أنت كده جبت أ ج تربيع، إحنا محتاجين نجيب أ ج بس، يبقى أنا هاخد الجذر التربيعي لل 100 هيدينا 10 سنتي. فقرة رقم 6 يا أولاد بتقول صورة النقطة 2 و6 بالانتقال س ناقص 3 وص زائد 1. خد بالك إن أنت في الانتقال بتقول له حاضر، بتنفذ اللي هو بيقوله، يعني بيقول لك اعمل من الس نقص من الس 3 وزود على الصاد 1. يبقى هاخد الإحداث السيني اللي هو 2 أنقص منه 3، يبقى 2 ناقص 3 سالب 1، وال6 أزود عليها 1 يبقى 6 زائد 1 7. أصبح صورة النقطة 2 و6 بالانتقال س ناقص 3 وص زائد 1 هي عبارة عن سالب 1 و7. السؤال رقم 7 بيقول قياس كل زاوية داخلة من أو في المضلع الخماسي المنتظم تساوي نقط درجة. لما جينا اتكلمنا عن المضلعات قلنا المضلعات مقسمة لنوعين، مضلعات منتظمة ومضلعات غير منتظمة. الفرق ما بين المضلع المنتظم والمضلع الغير منتظم إن المضلع المنتظم هو مضلع زواياه متساوية في القياس وأضلاعه متساوية في الطول. هنا عندي مضلع خماسي عاوز قياس كل زاوية داخلة. افتكر معايا كده كنا خدنا قانونين، مجموع قياسات الزوايا الداخلة لأي مضلع كان 2 ناقص 2 في 180. طب لو قال لي المضلع دوت منتظم وعاوز قياس كل زاوية، يعني عاوز يعرف الزاوية الواحدة اللي جوه المضلع بكام، كنت بقسم على نون. طيب ايه هي نون ديت؟ كنا قلنا عدد أضلاع المضلع. بما ان المضلع اللي في السؤال عندي هو مضلع خماسي يبقى انا هعوض عن النون بخمسة. يبقى القانون بتاعنا نون ناقص 2 في 180 على نون، يعني هشيل النون معوض عنها بخمسة، هتبقى 5 ناقص 2 في 180 على 5، الناتج هيديني 108. يعني قياس كل زاوية من زوايا المضلع الخماسي المنتظم بتساوي 108 درجة. السؤال اللي بعده أولاد بيقول إذا كان أ ب ج د متوازي أضلاع فيه قياس زاوية أ يساوي 65 درجة،
فإن قياس زاوية ب يساوي، لاحظ كده من ترتيب قياس أو من ترتيب نطقك للمتوازي الأضلاع أ ب ج د، زاوية أ يليها مباشرة زاوية ب، وأنا عارف إن من خواص متوازي الأضلاع إن كل زاويتين متتاليتين أو متجاورتين متكاملتين أو مجموعهما 180 درجة، بالتالي أقدر أقول له إن قياس زاوية ب عبارة عن 180 ناقص 65 يطلع ب 115 درجة. السؤال رقم 9 بيقول صورة النقطة 2 وسالب 4 بالدوران حول نقطة القصر بزاوية قياسها سالب 90 درجة هي نقط. لما جينا اتكلمنا عن الدوران قلنا الدوران لازم اكون عارف فيه اساسا ثلاث حاجات، مركز الدوران واتجاه الدوران وقياس زاوية الدوران. لما جينا خدنا الدوران حول نقطة القصر في الشبكة التربيعية قابلنا كذا زاوية. طيب كان الدوران حول نقطة القصر بزاوية سالب 90، قلنا التسعين هو الدوران اللي بيبدل مسقط الصادي مكان المسقط السيني، يعني هيبدل الاثنين مكان السالب 4 والسالب 4 مكان الاثنين. طيب السالب 90 كانت بتبدل ايه تاني؟ قلنا كانت بتبدل إشارة المسقط التاني بعد ما تبدل، يعني هتبقى 2 وسالب 4. لو جينا عملنا لها دوران بسالب 90 درجة، تعال نبدل كده تبقى سالب 4 والمفروض 2. طب احنا قلنا السالب 90 هيغير إشارة التاني بعد ما تبدله اللي هو كان 2 أخليه سالب 2. خد بالك تاني الدوران 90 والدوران سالب 90 بيبدل السين مكان الصاد والصاد مكان السين. دوران 90 بيغير إشارة الأول بعد ما تبدل، دوران سالب 90 بيغير إشارة التاني بعد ما تبدل. السؤال اللي بعده أولاد بيقول لي مجموع قياسات الزوايا الخارجة للشكل الرباعي. طبعا هو مش للشكل الرباعي بس، اول ما يقول لك زوايا خارجه انتبه، مجموع قياسات الزوايا الخارجه ملهوش قانون، ده ثابت على طول ب 360 ايا كان الشكل اللي عندك، سواء كان شكل مضلع منتظم او مضلع غير منتظم. مجموع قياسات الزوايا الخارجه للشكل رباعي خماسي سداسي ايا كان عدد اضلاعه اكيد هيبقى ثابت ب 360 درجه. نشوف كده شكل تاني الاسئله. السؤال الثاني اختر رقم 1 عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الساقين تساوي نقط، 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 محاور. احنا عندنا المثلث في مثلث متساوي الاضلاع ومثلث متساوي الساقين ومثلث مختلف الاضلاع. المثلث المتساوي الاضلاع عنده 3 محاور تماثل، المثلث المختلف الاضلاع ما عندهوش ولا محور تماثل. طب المثلث المتساوي الساقين عنده محور تماثل واحد فقط، يبقى عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الساقين تساوي 1 محور تماثل. السؤال الثاني يا اولاد بيقول متوازي الاضلاع الذي احدى زواياه قائمه وفيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول. متوازي الاضلاع الذي احدى زواياه قائمه وفيه ضلعان متجاوران متساويان في الطول. لو قال لي متوازي اضلاع احدى زواياه قائمه فبص وسكت يبقى ده معناه ان هو مستطيل. طب لو قال لي احدى او فيه ضلعان متجاوران فقط متساويان في الطول وما قالش حاجه تانية يبقى ده معين، لكن طالما قال لي احدى زوايا قائمه وكمان عنده ضلعين متجاورين متساويين يبقى الشكل اللي عندي اصبح مربع، وده احدى اشكال متوازي الاضلاع او احدى حالات متوازي الاضلاع الخاصه. نشوف كده سؤال رقم 3 بيقول لي في الشكل المقابل سين صاد عين واضح ان هو مثلث، سين عين بخمسة سنتي وصاد عين بثلاثة سنتي وسين صاد ضلع مجهول. الشكل اللي قدامي هو مثلث قائم الزاوية في صاد. عشان اوصل لقياس او لطول سين صاد حدد الاول زي ما قلنا من شوية الضلع دوت هو ضلع قائمة ولا وتر. طالما هو الضلع اللي راسم الزاوية القائمة يبقى اسمه ضلع القائمة. ضلع القائمة من نظرية فيثاغورس بيتجاب من مربع الوتر ناقص مربع ضلع القائمة اللي موجود عندنا. طب الوتر طوله بكام؟ ب 5 سنتي. ضلع القايمه اللي عندنا اللي موجود ب 3 سنتي، يبقى عشان خاطر اجيب ضلع القايمه المجهول هقول 5 تربيع اللي هي 25 ناقص 3 تربيع اللي هي 9. واوعى تنسى انت لما تطرحهم من بعض لازم تجيب الجذر بتاعهم، هيبقى 25 ناقص 9 هيدينا 16، عاوز اجيب جذرها هيبقى ب 4 سنتي. يبقى س ص طوله في المثلث القائم او ضلع القائمه في المثلث القائم طوله ب 4 سم. الفقره اللي بعد كده يا اولاد بيقول لي صوره النقطه سالب 3 و5 بالانعكاس في نقط هي 3 و5. انتبه معايا الانعكاس في محور السينات بنثبت السين وبنغير اشاره الاحداث الصادي.
الانعكاس في محور الصادات بنثبت الاحداثي الصادي وبنغير اشاره الاحداثي السيني. طب لما اقول لك انعكاس في نقطه الاصل بنغير اشاره احداثي سيني واحداثي صادي. خد بالك هنا ايه اللي اتغير وايه اللي ثابت. انا بقول لك النقطه الاصليه سالب 3 و5 بقت 3 و5، يبقى الاحداثي الصادي ثابت زي ما هو، بس غيرت اشاره الاحداثي السيني جبت لها المعكوس الجمعي، يبقى انا عملت انعكاس في محور الصادات. السؤال رقم 5، مجموع قياسات الزوايا الداخله للشكل السباعي تساوي. طب عشان اعرف الزوايا الداخله لاي شكل قلنا من شويه ان الاشكال في منها اشكال منتظمه واشكال غير منتظمه. عشان اعرف مجموع قياسات الزوايا الداخله لاي شكل قلنا بطبق انهي قانون؟ ن ناقص 2 في 180. طيب ن هنا بكام؟ ما قال لك بص على الشكل الاول، الشكل السباعي، يبقى اشيل النون وحط مكانها 7. يبقى القانون المستخدم عشان اقدر اعرف مجموع قياسات الزوايا الداخله هيبقى 7 ناقص 2 بين قوسين طبعا مضروبه في 180، يبقى الناتج بتاع الزوايا الداخله هيبقى 900 درجه، يبقى مجموع قياسات الزوايا الداخله للشكل السباعي بيساوي 900 درجه. سؤال رقم 6 يا اولاد بيقول اذا كان ا ب ج د مربع فان قياس زاويه ج ا ب تساوي كام درجه؟ 90 45 60 30. انتبه كده برضو، انت ممكن ترسم المثلث ده في الهامش ا ب ج د. عشان اجيب زاويه ج ا ب انا مضطر اتحرك من الجيم للالف، فمضطر ارسم خط وهمي يعادل القطر، فهتحرك من ج لالف وبعدين من الف لب، وانا عارف ان القطر بتاع المربع بيقسم زاويه المربع الى زاويتين متطابقتين متساويتين، زاويه المربع 90، يبقى الزاويه اللي عندي دي هتطلع قياسها 45 درجه زي ما انت شايف في الشكل الموضح، اصبح زاويه ج ا ب بتساوي 45 درجه. السؤال رقم 7، صورة النقطة 3 و 2 بالدوران بزاوية قياسها 180 حول نقطة الأصل هي نقط. دوران 180 بيثبت كل مسقط في مكانه بس بيغير إشارة السين وإشارة الصاد. يعني النقطة 3 و 2 هيبقى دوران ب 180 درجة حول نقطة الأصل هتبقى سالب 3 وسالب 2. السؤال الثامن بيقول الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيا احد الضلعين الاخرين نقط الضلع الثالث. احنا قلنا شعاع وخرج من منتصف ضلع، المثلث عندنا عنده 3 اضلاع، طالما خرجت من منتصف ضلع يعني نصفت ضلع وخرجت منه بشعاع يوازي احد الضلعين، يبقى فاضل لي شرط اني انصف الضلع الثالث، اني انصف الضلع الثالث عشان تبقى العلاقه اكتملت، يبقى ينصف الضلع الثالث. يبقى الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيا احد الضلعين الاخرين هيعمل ايه؟ هينصف الضلع الثالث. السؤال رقم 9، اذا كان قياس احدى الزوايا الداخله لمضلع منتظم 135 درجه فان عدد اضلاعه يساوي نقط. عشان نقدر نعرف عدد اضلاع اي مضلع وهو عندنا قياس احدى زواياه، كنت بقول 360 على 180 ناقص س، ايه س ديت؟ الزاويه المعطاه او الزاويه الموضحه عندنا. هو بيقول لي هنا الزاويه ب 135، ايه القانون المستخدم؟ قلنا 360 على 180 ناقص بدل س احط ال 135 هلاقي الناتج طلع لي 8، يبقى المضلع دوت عدد اضلاعه هو 8 اضلاع، يعني مضلع ثماني. ندخل بقى يا اولاد على الاسئله المقاليه، واول سؤال مقالي بيقول في الشكل المقابل عندي مثلث اسمه ا ب ج وعندي مثلث تاني موجود عندي اسمه ا ج د، وعامل لي المثلث ا ب ج قياس زاويه ب 90 درجه والالف ب ب 8 سم والب ج ب 6 سم. انتبه كمان معايا، بيقول لي ان السين في منتصف الالف د والصاد في منتصف الجيم د، اوجد طول ا ج وسين صاد. طيب انا عشان اعمل كده واضح معايا جدا في مثلث خطف عيني بسرعه كده ان هو المثلث الايه؟ القائم. برافو عليك، المثلث القائم اللي اسمه ا ب ج، وطبعا اشاره البدء بتاعتك انه عنده زاويه قايمه في المثلث ا ب ج، بما ان قياس زاويه ب بتساوي 90 درجه من حقي اشتغل نظريه فيثاغورس. مين الضلع اللي مجهول عندك؟ الالف جيم ده الضلع المقابل للزاويه القايمه، بالتالي هو ضلع الوتر، والوتر بيتجاب بعلاقه الجمع مظبوط لان هو الضلع الكبير. يبقى في الحاله دي هقول له الالف جيم تربيع بيساوي الالف ب تربيع زائد الب جيم تربيع،
يلا بينا نعوض. الالف ب تربيع يبقى 8 تربيع ب 64، والب ج تربيع 6 تربيع ب 36، نجمع يديني 100. يبقى ده معناه ان الالف ج تربيع بيساوي 100. هروح اجيب الجذر بتاعه، يبقى الالف ج بيساوي 10 سنتي، وده اول طول ضلع هو طلبه مني في المساله. فاضل بقى اروح اجيب السين صاد، بس السين صاد هيغصب عني هيخليني انتقل للشغل في المثلث الايه الثاني اللي اسمه الف ج د. طيب تعال معايا ندخل جوه المثلث الثاني. في المثلث ألف جيم دال، المثلث ده أنا شايف إن السين في منتصف الألف دال والصاد في منتصف الجيم دال. يبقى قطعة مستقيمة مرسومة بين منتصفي ضلعين في مثلث أكيد توازي الضلع الثالث اللي هو هتبقى بتوازي الألف جيم، وطولها يساوي نص طوله. يبقى في المثلث ألف جيم دال، بما أن سين وصاد منتصفا الألف دال والدال جيم على الترتيب، يبقى في الحالة دي أقدر أقوله أن السين صاد بخلاف أنه بيوازي الألف جيم هو كمان بيساوي نص الألف جيم، بيوازي الالف جيم ويساوي نص الالف جيم. الالف جيم احنا جبناه من نظريه فيثاغورس طلع ب 10، يبقى السين صاد يساوي 5 سنتي. نشوف كده الشكل الثاني. بيقول لي في الشكل المقابل لام ميم تقاطع صاد نون بيساوي عين، اوجد قيمه سين. الزوايا اللي موجوده عندنا زاويه لام ب 130 درجه، زاوية صاد ب 85 درجة، ده في الشكل الرباعي س ص ع لام، وعندنا مثلث ع ن م زاوية ن ب 70 درجة وزاوية م ب 50 درجة. عشان نقدر نوصل لزاوية س نبدأ الأول في الشكل اللي فيه معلومات أكتر اللي أقدر أشتغل عليه، فبالتالي هضطر أبدأ بالمثلث ع ن م. مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلة بتساوي 180 درجة، يعني معنى كده ان عشان خاطر اوصل للزاويه المجهوله في المثلث اللي هي زاويه عين هتبقى 180 ناقص، نفتح قوس نحط فيه مجموع الزاويتين الموجودتين في المثلث 50 زائد 70، فهلاقي ان زاويه ن ع م بتساوي 60 درجه. كده انا خلصت من المثلث الاول. تعالى بقى نخش على الشكل الرباعي س ص ع ل. اجيب ازاي زاويه عين؟ اي خد بالك من فوق قايل لي معلومه كده ان لام م تقاطع ص ن في زاويه او في نقطه عين، يعني في هنا تقابل بالراس، يعني زاويه عين اللي في المثلث بتقابل زاويه عين اللي في الشكل الرباعي بالراس، فبالتالي قياس كل زاويه من الزاويتين بتساوي 60 درجه بالتقابل بالراس. طب ما كده انا خلاص الشكل الرباعي عندي اللي هو س ص ع او س ص ع ل، كده يعتبر الثلاث زوايا موجودين وفاضل زاويه س المجهوله فقط. فانا وانا عارف ان مجموع قياسات الزوايا الداخله للشكل الرباعي بتساوي 360 درجه، او نقدر نجيبها من القانون لو احنا مش فاكرين اللي هو 4 ناقص 2 في 180 بتساوي برضو 360. يبقى زاوية س هي الزاوية المجهولة عندنا هتساوي 360 ناقص، نفتح قوس نحط فيه قياسات الزوايا الموجودة عندنا اللي هي 130 و 85 و 60، الناتج هيدينا 85 درجة، يبقى قياس زاوية س بتساوي 85 درجة. الشكل اللي بعده يا أولاد بيقول لي عندك مثلث اسمه ألف ب ج، مثلث عنده قياس زاوية ج بيساوي 60 درجة، وطبعا د بتنتمي للبلا ج ب شعاع قياسها 140 درجة. تمام، يبقى دي زاوية خارجة عن المثلث طالما على نفس الاستقامة، يبقى في الحالة دي اقدر اجيب قياس زاوية ب الف ج. ازاي تقدر تجيبها؟ عندي قاعدة بتقول ان قياس الزاوية الخارجة عن المثلث بتساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها، يبقى قياس زاوية الف ب د الخارجة بتساوي زاوية ج زائد زاوية الف. هنا اقدر اقول له قياس زاوية ألف تساوي 140 ناقص 60 بتساوي 80 درجة. بيقول في الشكل المقابل دال ه واو منتصفات ألف ب وب ج وألف ج على الترتيب. المثلث ألف ب ج دال في المنتصف و ه في المنتصف وواو في المنتصف. ومدينا ألف ب ب 12 سنتي، ب ج 14 سنتي، ألف ج 16 سنتي. اوجد محيط المثلث د ه واو. الشكل اللي ذكرنا المسائل هبدا شغل ازاي؟ هقول له الاول ان د في منتصف ا ب وواو في منتصف ا ج، يعني معنى كده الضلع الواصل ما بين د وما بين واو هيوازي الضلع اللي في وشه اللي هو ب ج وهيساوي نص طوله. يبقى معنى كده ان د واو بيساوي نص ب ج اللي هو نص ال 14 ب 7. نفس اللي عملناه هنعمله مع الضلعين التانيين، هقول له ان د منتصف ا ب وه منتصف ب ج، يبقى الضلع الواصل اللي هو د ه هيوازي ا ج ويساوي برضه نص طوله. طب انا عندي ا ج
كان مديهولنا ب 16 سنتي، يبقى ده الهي ب 8 سنتي. تعالى كده نروح لاخر ضلع اللي هو واو هي، فهقول له هي منتصف ب ج واو منتصف ا ج، اذا واو هي بيوازي ا ب وبيساوي نص طوله. طيب بما ان كان ا ب ب 12 سنتي يبقى هي واو نصه يعني ب 6 سنتي. يعني معنى كده محيط المثلث د ه واو مجموع اطوال اضلاعه يبقى هجمع 7 زائد 8 زائد 6 هيدينا 21 سنتي. شكل بيقول لي السؤال اللي بعد كده يا اولاد، بيقول لي باستخدام الشبكه التربيعيه المتعامده ارسم مثلث ا ب ج وصورته بالانعكاس في محور الصادات، حيث الالف احداثي 1 و2 والب نقطه ب 4 و2 وج 4 و6. يلا بينا، قبل ما تروح ترسم لازم الاول تعمل التحويلات الهندسيه بتاعتك. هيبقى نقطه ا اللي هي 1 و2 هنعمل لها انعكاس في محور الصادات، وزي ما قلنا انعكاس في محور الصادات بنثبت قيمه ص ونغير قيمه س او نجيب المعكوس الجمعي للاحداث السيني. يبقى 1 و2 هتتحول تبقى ا شرطه سالب 1 و2، الب كانت 4 و2 هتبقى ب شرطه بسالب 4 و2، الجيم كانت 4 و6 هتبقى الجيم شرطه بسالب 4 و6. كده نقدر نروح نرسم على الشبكة التربيعية. هحط المحاور بتاعتي، وما تنساش تحط كل المعطيات على المحاور، يعني تخلي سين وسين شرطة وصاد وصاد شرطة، وتحط الأرقام بتاعتك بأبعاد مظبوطة، ونبدأ نرسم الشكل الأصلي ألف وبه وجيم. النقطة ألف واحد واثنين، النقطة به أربعة واثنين، النقطة جيم بأربعة وستة، ونرسم المثلث الأصلي. بعد كده بنبدأ نحط المثلث الثاني صورته بالانعكاس في محور الصادات، هيبقى ألف شرطة بسالب واحد واثنين، به شرطة بسالب أربعة واثنين، جيم شرطة بسالب أربعة وستة. وبالشكل ده أقدر أرسم المثلث ألف شرطة به شرطة جيم شرطة صورة المثلث ألف به جيم بالانعكاس في محور الصادات. طيب تعال كده نشوف مع بعض نموذج لامتحان الهندسة. نبدأ كده مع بعض. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. صورة النقطة 3 و5 بالدوران واو و180 هي سالب 3 و5 ولا 5 وسالب 3 ولا سالب 3 وسالب 5 ولا 3 وسالب 5؟ احنا قلنا الدوران 180 بيثبت كل مسقط في مكانه وبيغير الإشارتين، فهتبقى سالب 3 وسالب 5. صورة النقطة سالب 2 و2 بالانتقال 4 وحدات في الاتجاه الموجب لمحور السينات هي صورة النقطة سالب 2 و2 بالانتقال 4 وحدات في الاتجاه الموجب، يبقى هجمع لمحور السينات، يبقى هجمع مع الاحداث السيني بس، والاحداث الصادي يفضل زي ما هو، يبقى هاخد السالب 2 ازود عليها 4 يبقى اصبح 2، النقطة بتاعتي هتبقى 2 و2. السؤال رقم 3، عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الساقين هيساوي محور تماثل واحد. رقم 4 يا اولاد بيقول طول القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في مثلث تساوي نقط طول الضلع الاخر او طول الضلع الثالث، طبعا نصف طول الضلع الثالث. السؤال رقم 5، معين محيطه 24 سنتي فان طول ضلعه يساوي نقط سنتي. احنا عارفين ان اضلاع المعين الاربعه متساويه، فلما يديني المحيط اللي هو مجموع طول اضلاعه الاربعه ب 24 يبقى طول الضلع الواحد 24 على 4 يساوي 6 سم. السؤال الثاني بيقول لي اكمل الزاويه التي قياسها 40 درجه تتمم زاويه قياسها. طبعا ده سؤال كده يعتبر تراكمي بالنسبه لك، كلمه تتمم يعني مجموع زاويتين 90 درجه، يبقى هنطرح من 90 مباشره، 90 ناقص 40 يديني 50 درجه. السؤال رقم 2، إذا كان المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، فإن أ ب تربيع زائد ب ج تربيع، طبعا ده الشكل الرئيسي لنظرية فيثاغورس، طالما المثلث قائم الزاوية في ب يبقى أ ب و ب ج دول ضلعين القائمة، يبقى الوتر هو اللي فاضل اللي هو أ ج تربيع. صورة النقطة 3 وسالب 4 بالانعكاس في نقطة الأصل، قلنا الانعكاس في نقطة الأصل بيغير إشارة الإحداثيين السيني والصادي، يعني 3 هتبقى سالب 3 والسالب 4 هتبقى 4، يبقى الصورة بتاعتي بالانعكاس في نقطة الأصل هتبقى سالب 3 و4. الانتقال في المستوى يحافظ على نقط ونقط، احنا عارفين الانتقال بيحافظ على حاجات كتيرة جدا، منها أطوال القطع المستقيمة، قياسات الزوايا، التوازي، البينية، الاتجاه الدوراني لترتيب الرؤوس. هنا عاوز نقطتين بس، فقلنا بيحافظ على التوازي واطوال الاضلاع. سؤال رقم 5 بيقول مجموع قياسي اي زاويتين متتاليتين في متوازي الاضلاع، طبعا سؤال سهل عباره عن خاصيه من خواص متوازي الاضلاع بيساوي 180 درجه.
السؤال الثالث رقم ألف أ ب ج مثلث فيه ب قائمة 90 درجة، أ ج 25، أ ب ب 15، وعاوز طول ب ج. هطبق طبعا نظرية فيثاغورس، بما أن المثلث أ ب ج قائم الزاوية في ب، إذن ب ج تربيع هيساوي أ ج تربيع ناقص أ ب تربيع، 5 تربيع يعني 625 تربيع يعني 625، 15 تربيع يعني 225، لو طرحناهم هيبقى الناتج 400. عشان اوصل لب ج بس يبقى انا محتاج اجيب الجذر التربيعي ل 400 هيديني 20 سنتيمتر. في الشكل المقابل يا اولاد الفقره رقم ب بيقول لي عندك مثلث كبير اسمه ا ب ج، عنده ا ب بيساوي 8 سنتي، خد بالك ال ا ب كله ب 8 سنتي، و ا ج كله ب 12 سنتي، و ب ج ب 10 سنتي، س في منتصف ال ا ب وص في منتصف ال ا ج، اوجد محيط المثلث ألف سين صاد. طبعا أنا عارف بما أن السين في منتصف الألف ب يبقى أكيد الألف سين نص الألف ب يعني 4 سنتي، وبما أن الصاد في منتصف الألف جيم يبقى أكيد الألف صاد نص الألف جيم يعني 6 سنتي. وطبعا عندنا كمان نظرية بتقول أن القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفي ضلعين في مثلث بتوازي الضلع الثالث وتساوي نص طوله، يعني السين صاد أكيد هيوازي البه جيم، لأن السين في منتصف الألف ب والصاد في منتصف الألف جيم، السين صاد هيوازي البه جيم ويساوي نص طول البه جيم، يعني السين صاد طوله 5 سنتي. بالشكل ده أقدر أحصل على محيط المثلث ألف سين صاد، س منتصف الالف ب ص منتصف الالف ج، يبقى الس ص بيساوي نص ال ب ج يعني بيساوي 5 سنتي، والالف س طبعا هيتساوي 4 سنتي، والالف ص 6 سنتي. محيط المثلث الف س ص زي ما احنا عارفين مجموع اطوال اضلاعه 5 زائد 4 زائد 6 هيساوي 15 سنتي. السؤال الرابع بيقول في الشكل المقابل الف ب ج د ه شكل خماسي، اوجد قياس زاويه د بالبرهان. ألف مديها لنا ب70 درجة، ب ب120 درجة، ج 150 درجة، ه 110 درجة. أولا لازم تكون عارف مجموع قياسات الزوايا الداخلة للشكل الخماسي، يبقى نستخدم القانون اللي هو نون ناقص 2 في 180، يبقى وهشيل النون حط مكانه 5 فهيدينا 540 درجة. لو انت حافظ مجموع قياسات الزوايا مباشرة اكتبها من غير ما تكتب القانون. وبعدين عشان اوصل لقياس زاوية واو او دال المجهولة هيبقى 540 ناقص، ونكتب القيم او الزوايا اللي هو مدينا قياساتها اللي هي 70 زائد 120 زائد 150 زائد 110، الناتج هيدينا 90، يبقى قياس زاوية د بتساوي 90 درجة. الفقرة بيه يا اولاد بتقول لي في الشكل المقابل انا عندي ه د يوازي الجيم د الجيم ب، وقياس زاوية ج تساوي 50 درجة، وعندي كمان قياس زاوية ه بتساوي 40 درجة. عايزين نثبت ان الالف جيم عمودي على البه، طبعا عمودي يعني بيعمل زاوية قائمة، يبقى انا لو اثبتت ان زاوية به الف جيم بتساوي 90 درجة يبقى بالفعل اثبتت ان هي عمودي. طيب هشتغل على مين الاول؟ هشتغل على التوازي. شايف كده عندي خطين مستقيمين بيوازوا بعض، اله دال يوازي البه جيم، وه به قاطع لهما، يبقى عندي حرف زد، اصبح قياس زاوية به تساوي قياس زاوية ه بالتبادل بتساوي 40 درجة. وطبعا مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة، يبقى انا هدخل جوه المثلث ألف ب ج، وبما ان مجموع قياسات زوايا 180 درجة اذا قياس زاوية ب ألف ج بتساوي 180 ناقص 40 زائد 50 يطلع ب 90 درجة، وطبعا 90 درجة معناه ان الألف ج عمودي على ال ب ه. السؤال الخامس بيقول في الشكل المقابل ألف ب ج د متوازي اضلاع، اوجد بالبرهان قياس زاوية ألف وقياس زاوية ب ومحيط متوازي الأضلاع. احنا عارفين من خواص متوازي الأضلاع ان كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، وكل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180 درجة او متكاملتين. زاوية ج بتقابل زاوية أ، معنى كده ان ج ب 80، يبقى لازم تكون أ برضه ب 80 درجة. طيب أ و ب زاويتين متتاليتين يعني مجموعهم 180، يبقى عشان خاطر اوصل لقياس زاوية ب هقول 180 ناقص قياس زاوية أ يعني 180 ناقص 80 هيدينا 100 درجة. يعني معنى كده محيط متوازي الاضلاع، دي الحاجه اللي ناقصنا طبعا، اللي هو بيساوي مجموع اطوال اضلاعه، او كنا خدنا قانون كده مجموع طولي ضلعين متجاورين في 2، فهجمع 9 زائد 6 مضروبه في 2 هيدينا 30 سنتي. بكده يا اولاد نكون وصلنا لاخر مراجعتنا النهارده، يا رب نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.